فأكرم به قلبا سليما مقربا إلى الله. فأكرم به أي قد بلغ في الكرامة أعلى منازلها، فإن كرم القلب هو طيبه، هو كثرة الخير فيه، كثرة الأفضال، كثرة الإحسان. فالكريم هو كثير العطاء، كثير الخير، كثير الإحسان. فقوله فأكرم به أي أكرم بهذا القلب، فهو أحق ما ينال به كرامة الدنيا وفوز الآخرة. تحلى بهذه الخصال الكرام واتسم بهذه الخصال المباركة، أكرم به فقد حاز القلب السليم واكتمل له ما يؤمنه من صحة وسلامة وفوز وسبق، وبه يدرك الأجر العظيم المرتب على سلامة القلب، وهي النجاة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم لا يكون إلا بالسلامة من الشرك بالله عز وجل، وذلك بتوحيده، وهذا أعظم ما يستسلم القلوب منه وتسلم. والثاني السلامة من الشبهات، وهي ما يرد على القلب من القواطع التي تشبه وتشكك في الحق وتورد الإنسان الريب والظن السيء بالله عز وجل. مما يحصل به سلامة القلب سلامته من الشهوات وهي المعاصي، فإنه إذا سلم من الشهوات كان قلبا سليما. وبقدر ما يحقق السلامة من هذه الخصال الثلاث، الشرك، الشهوات، الشبهات، الشهوات، فإنه يحقق الفوز والسبق. بعض العلماء يقول الشرك والبدع والمعاصي والنفاق، البدع والنفاق هي الشبهات، والمعاصي هي الشبهات، وبالتالي هو اختلاف في العبارة والمعنى واحد. فأكرم به قلبا سليما مقربا أي مقربا من الله عز وجل، فالقلوب تقرب من الله عز وجل وتبعد على حسب ما يقوم فيها من الإيمان. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال إذا مات المؤمن كان جسده تحت الثرى وقلبه عند رب العالمين، وهذا المعنى صحيح من حيث ما يكون في القلوب من الروح التي بها يحيا، فإنها تقرب من الله عز وجل. ولذلك يقول الله جل وعلا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. وأما أرواح أهل الكفر والشقاق والشرك فهي في سجين أبعد ما تكون عن الله عز وجل، ولكن القرب إلى الله لا يكون إلا بطاعته، والبعد عنه لا يكون إلا بمعصيته. ولهذا ذكر الله قربه من عباده في الذكر وفي الدعاء وفي السجود. ففي الدعاء يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني إيش فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي السجود قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي الذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.